نشوف الزمالك. طيب الزمالك النهارده ابتدى بعواد وعبد الغني وعلاء والنقاز وجمعه، دخلوا كده شويه، وساسي وحامد، شيكابالا، زيزو، عاشور، ومصطفى محمد. اتفضل. هو طبعا التشكيل ده مثالي على اساس ان هو بيعمل روتيشن، يعني تدوير، لان هو خلاص مثبت طارق حامد وساسي. تمام. وهنا عبد الشافي، وبعدين بعد عبد الشافي بعد ماتش الاهلي بدا يلعب جمعه، مع ان جمعه وعبد الشافي نجحوا مع بعض على خط واحد. تمام. شيكابالا مره يلعبوا مره يلعبوا طيب. ومره يلعبوا اساسي. زمان كان في كده جبهه كانت بتحصل هنا كده ما بين شيكابالا والنقاز. أيوة. ده ما عادش بيحصل يا كابتن. ايوه. ليه؟ شيكابالا دلوقتي مهتم قوي قوي بان هو الكوره ما تجيلوش، لا هو اللي ينزل يجيب الكوره، هو اللي بيعمل كل حاجه. فبالتالي ركز في الجري اكتر ما ركز في لعبه الحلو. يعني كان يعني دايما كان زمان يقف وتلعبه يلعب له بكعبه، يخش لجوه وبعدين يلعبها له. كان شيكابالا كده. دلوقتي شيكابالا لو لقيته، احنا شفناه كتير، شيكابالا بينزل هنا هنا كتير، يقطع كوره من هنا. مش عارف ليه، مع ان شيكابالا انا كمدرب استفاد منه قدام اكتر ما استفاد منه يعني. حتى النقاز نفسه كان في كل مباراه بيعمل مثلا حوالي 10 عرضيات. عشان كده مصطفى محمد اتظلم. عشان كده مصطفى محمد النهارده ما وصلوش حاجه. عشان كده الناس، انا جاي سامع في الاذاعه وكده، مصطفى محمد فين النهارده؟ مصطفى، طب قولوا لي كام كوره جت لمصطفى محمد؟ هو عمل كوره. طيب. اقول لك الجول بس. طارق حامد يعني همزه وصل كبيره جدا، الوحيد اللي كان في نص الملعب، لكن شفنا خشونه كبيره جدا، شفنا محمود علاء في توتر بعض الشيء، يعني المفروض محمود علاء دايما في الكرات المتداخله مع اللعيبه يعني المفروض يهدى شويه، هو متوتر، تحس ان في حاجه مضايقاه. ساسي برضو نفس القصه، تحركات ساسي كانت ميس باص كتير جدا جدا جدا، لحد طبعا ما جه زيزو والهدف اللي احرزه يعني بصوره فرديه بعد ما مصطفى محمد طبعا خد. ما هو ده بقى اللي انا عايز اقوله بقى بالنسبه لجاليوس، اللي انا عايز اقوله بالنسبه للهدف. اتفضل. الناس كلها بتظلم مصطفى محمد. زيزو طبعا خد الكره من هنا. تخيل بقى زيزو اما مشي بيها كل ده. كل ده كده. تمام. ومصطفى محمد واقف هنا. تمام. مصطفى محمد واقف هنا. تمام. ماشي. تخيل لو زيزو جاي كده. كده ومصطفى محمد نفس الحكايه واقف. كان هيجيب جول ازاي؟ مش هيجي. هو مصطفى محمد وسع له كده. عشان مصطفى محمد لعيب كوره. وزيزو ممكن يعملها له هنا، يبقى انفراد يجيبها جول. او يوسع له فياخد المساك معاه، فخد فعلا المساك معاه، فبالحته دي بقت رقم واحد لاحراز الهدف، كانها ضربه جزاء. فزيزو راح شايطها جاب جول. وبشماله كمان يعني بالرجل العكسيه. ده يدل عن حاجه، ان اللاعب ده راس حربه نموذج جدا جدا يعني. ده فاهم، لان كان ممكن يقف علشان يعمل معاه 1 2. انما لا، اما وسع له بقت الحتة كلها فاضية قدام. قدام مين؟ كل ده، كل دي والجول. تمام. الحتة دي بقت فاضية. فمشاط كانت جول. تمام. ماشي، دي حاجة. الحاجة التانية بقى والمهمة، إن مش عايزين نلوم كل، أنا سامع إن النقاز فين ومش النقاز فين. عايزين نقول النقاز دوت جه كم مرة هنا؟ ولا مرة، مرتين وتطلع اوت. تكليفات مرتين من لا لا، ده نقاز، ده انا لو عندي نقاز دوت في فرقتي ده انا اديله تكليفات هنا على طول. طيب. مش هنا. الحاجه اللي عليها علامات استفهام ساسي ومستواه ما شفناهوش. امام عاشور برضو مستواه لا ما شفناهوش، اللي هو كنا بنقول عليه معاك 100%. يعني بص بقى اقول لك حاجه بس، عشان ايه ال انا قدامي دقيقتين. ماشي. اول حاجه ان فرقه المقاصه مالت نص الملعب. اهي. ماشي. تمام. بعد اذنك بقى. بص، رجعوا كل الناس. تمام. تخيل بقى ميدو ملا كل الحاجات دي، وده طبعا ده تكتيك بقى فعلا. تدريب. كنا شايفين ان ال 20 لعيب موجودين في في النص الملعب بتاع مصر المقص. أيوة. بشكل كبير. زحمه. فعشان عبد الله جمعه يجي، عشان عبد الله جمعه يجي هنا، فامام عاشور واقف. عشان كده ما شفناش امام عاشور. ليه؟ لان امام عاشور كان لازم يلعب جنب مصطفى محمد هنا. ويسيب دي عشان ده يخش معاه. ويسيب دي لعبد الله جمعه. ايوه. امام عاشور ما عملهاش، بيلعب على الطرف كويس جدا، فعشان كده فضل واقف
امام عاشور على الطرف. نيجي بقى عشان فده اللي حصل، راح مستر ميتشو ما لقى الزحمه دي كلها، راح عامل ايه؟ راح مطلع امام عاشور ونزل خالد بطيب، ولعب خالد بطيب عشان يلعب هنا عشان عبد الله جمعه يبقى فاضي. تمام، عبد الله جمعه ما كانش في مستواه النهارده. تمام، فبالتالي بان ان نادي الزمالك يعني نقدر نقول ان مصر المقاصه واحمد حسام ميدو قدروا ان هم يحترموا الزمالك ويلعبوا ويخلوا الماتش بالاسلوب ده وبالطريقه دي ويتغلب اقل نتيجه او يتعادل او يكسب كره مرتده. فتحيه طبعا لميدو ان هو قفل على نادي الزمالك وخلى الزمالك يلعب ماتش وحش، وتحيه للعيبه الزمالك انهم بيلعبوا ست لعيبه بس في الملعب قدروا يكسبوا المقاصه الفريق العنيد. فطبعا مبروك نادي الزمالك اغلى ثلاث نقاط ليه؟ لان عمره ما هيلعب نقص ست لعيبه ثاني. بشكرك كابتن جمال، الله يخليك.